سلطان طعمان، انا اعترض لما يقول دوله ديكتاتوريه وكأن دول الخليج الاخرى هي السويد. طبعا هو لم يقل ذلك هناك يعني انتخابات مجلس شورى، صحيح انه نحن نطالب بحريه راي وتعبير، صحيح انه المطالب الشعبيه في سلطنه عمان اكثر مما يتصوره البعض. نحن نطالب كنشطاء حقوق انسان وكتاب وكمثقفين نطالب، ورفعنا سور رساله الى السلطان قابوس بدستور تعاقدي. الشعب العماني ليس ساكت ولا طيب. مستكين ولا ايضا مقموع لكي يسكت، ولكن معروف عليه ان الشعب العماني عاده من نوع من الشعوب الطيبه المعروفه بطيبتها، وايضا من الشعوب العربيه شعوب شريره. الشعوب العربيه طيبه بهذا المعنى. اعود واقول على انه سلطنه عمان ليست في 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 عدسه الموضع، ليست في موضع خطر، على العكس تماما، هي في دائما في موضع ايجابي، دائما دبلوماسيتها وحكمتها وعدم تدخلها في شؤون الغير. كل دول المنطقه لديها تدخلت في 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 كل كبيره وصغيره، دخلت ب بنهي الطائف، تدخلت ب بتمويل القاعده ومن خلق القاعده، غير الدول الخليجيه، بعض الدول الخليجيه، الارهاب في كل مكان، تحريم والتكفير وشن الحملة الدينية على بعض من خالفهم الرأي، هذه موجودة عند البعض. لكن سلطنة عمان ليست في موضع خوف وليست في موضع قلق في 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 الفترة القادمة على الأقل. بس خلينا نتكلم سيد محمد، اسمح لي سيد محمد، عودي للموضوع، اسمح لي بالمداخلة لو سمحت، اسمح لي بالمداخلة. لحمة الوطنية سيد محمد لا يستطيع أن ينفذ إليها. سيد محمد اسمح لي بالمداخلة. يريد بعمان سوء. يا سيد محمد طيب محمد شعري صورة وردية كما يقول البعض، لا، نحن نطالب بالتغيير طبعا، ما في أي